بالحمير، تمشوا مع زراعتكم السنه الجايه تزرعوا، اشتروا ايشكم تفاصيلكم، اسمعوا الكلام ده كويس، ده دي انتوا نجيتوها بريده بروب، اسمع الكلام، ما تسمع كلام اي دول والله. جد اخواننا الدرجه دي فرصه، ده فرصه، الجريده ما جاي من بيت امه، ده ابن حرام كويس، سرقوا من 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 الدوله، دي فرصه ذهبيه جاتكم. اردم بس، عندك 100 قول دي 300، عندك مليار قول دي 5 مليار، اردم بس اردم، ما هو عنده دولار بيفكوا بالقروش السودانيه بديكم. اشتري سلاحك وذخيرتك، خليه يبني القرى، ارجو في محلاتكم اقعدوا اقعدوا، ما عندك سلاح البجيك تاني بعد ده درشه كده كده انت ميت. زي ما الجنجويتي رسل رساله صوتيه امبارح، يعني مسح بين الوطن باي، وده ذاته تمكين بالنسبه لك والله. جد والله يا جماعه، قسما بالله لو قعدت في المعسكرات والله تندموا لليوم. انا احنا هسي لو كرينك ده لو جاء قال دير يدينا وكده وكده، نقول له حبابك الف جاب من امه لحق حبوبته، نشيل منه ونركبه تاني في اللايفات. عرفتوا كلامي؟ والله جد يا اخواني، اي زول يا جماعه ده جاوي اسمعوا الكلام ده كويس، واي زول متواصل مع ناس الارض كويس، وتحياتنا لاخوتنا برضه موجوده هنا، انا قاعد في باريس ربما، فاتصلت علي بالخاص قالت لي يا اخي الولد اللي كان ده يقرا في روسيا وامه جات في الفيديو ان عندها مليار زي ما شفتوه حرق بالنار، فقالت يا اخي خلي الناس دي يتواصلوا معك بالخاص وانا بتكفل بعض القريشات يعني. فنتمنى انه يعني لو جاتنا في الخاص وبعد ذاك جبنا اي حاجه، رقم تليفون، مصايب زمان، المهم الشل هناي نحطه هنا، الناس برضه يقيفوا مع الولد اللي بيقرا في روسيا، والمليار كله ب 2000 بس، يعني 2000 دولار، 2000 دولار ده حاجه بسيطه جدا. ففي مره انا قال ساكنه هنا في باريس يمكن بتتكفل بنص القروش، وقال يا اخي الناس دي اللي بتواصلوا معك اديني لهم رقم تليفون ولا اديهم رقم تليفوني. طيب دي نقطة نمشي قدام. طيب كلكم جاهزين يا جماعة؟ كلكم كده عملوا شير كرر اسمه الجنجويتي. شوف حميدتي ده زول متناقض كيف، هو قال لي ما امشي حربه، بعد ذاك ثاني داري في واحد جبال كتب لي في التاريخ هنا قال لي ولا قبط ولا واحد. المهم طيب اسمه الكلام ده، اسمه المكالمة الصوتية دي كلكم كده. طبعا المكالمة الصوتية داير اسميكم لها، الناس تعمل شير يا جماعة الله يبدأ معي. المكالمة الصوتية في كميات بتاع المكالمة الصوتية، داير اسميكم لها دي بالذات، المكالمة الأولى دي داير اسميكم لها، ده في ناس عندهم لها في الجروب، لكن أنا الكلام ده داير يوصل لحميدتي، وداير يوصل للناس الماشي معه، وداير يوصل للجنجويت، أي جنجويت تعبوري تعال قريب اسمع الكلام ده. حاضر كل الشباب العاملين في المجموعة، يا اخي انت اللي بتدافع عن الدعم السريع وبتتكلم عن الدعم السريع، والله انت لك الموظف في الدعم السريع بتدافع لاجل مصلحتك الخاصه او ل او عسكري داري يرفعوه في مصلحتك الخاصه وكذا، اما الدعم السريع والله يا اخي احنا ما بندافع له. الدعم السريع الحاجه الواقعيه والموجوده الان عند المواطن والحاجه لمجلس الاستنشاق، والله ناس قويت شغلهم بيشتغلوا فوق شغل غير قانوني اصلا كده، يعني حاجه مستعجب. الدعم السريع هو الرزيقات، الدعم السريع هو الرزقات، هم الدعم السريع، الدعم السريع هو الرزقات، يعني ما في فرق انه تقول الرزقات وتقول الدعم السريع، دي حاجه الواقعيه يعني انا داير اذكر لك فيها. البند الاولى انا بذكر لك شاهد من اهلي يا جماعه، ركزوا الناس تعمل شير بقدر ما تقدر عشان الفيديو ده خليه يطلع يا جماعه، الفيديو ده خليه يمشي فوق يا جماعه، الفيديو ده خليه يمشي فوق يا جماعه، انا ما اقدر اقاطعكم ثاني. اذكر لك نقاط كده، حاجات طبعا ما بترضي بالنسبه للدعم السريع، اذا الدار تقول قومي ومامي ومامن حياه المواطنين، يعني ده ما شفنا نحن كمواطنين في البلد وشايفين الحاجه الواقعيه. فبالنسبه للقبلي يعني الدعم السريع انا بذكر لك عده مشاكل، كل المواطنين اشتكوا منه وقالوا شاركوا كتلنا عمل فين وعمل فين، وعربات لابس اللي عندها الزي بتاع الدعم السريع، وعساكر لابسين لبس الدعم السريع وكتلنا عمل. وبدليك من اول مشكله، المشكله بتاعت في الفاشل اللي قبل سنه في التبرع، ذكروا ان الدعم السريع شارك والناس المواطنين اللي فيها قالوا قتلنا وعمل عمل فينا، الاساكر لابسين الدعم السريع وعربات تشابه بحق الدعم السريع. فالنقطه الثانيه اذكر لك مشكله بين الفلات والرزيقات، الفلات اشتكوا قالوا الدعم السريع قتلنا. اذكر لك المشكله بين التنجر والرزيقات اشتكوا فيها قالوا الدعم السريع قتلنا. وعربات لابسه لبس بتاع الدعم السريع قتلونا، اشتكوا المواطنين. المشكله بتاع جبل مون
مواطنين اشتكوا قالوا العربات اللي بتقاتل فينا دي عربات نفس عربات الدعم السريع، المواطنين لابسين اللبس بتاع الدعم السريع وبتقاتل فينا. خلي بالك كويس، دي كلها مشاكل بتواجه مع الرزقات. المشاكل اللي هسه ذكرتها لك دي كلها مع قبيله الرزقات، القبائل الثانيه بتشتكون. طيب بذكر لك مشكله ثانيه، انه قبائل ما عندها علاقه بالدعم السريع. يعني تقول لي مثل شنو؟ الفلاته دول داوسهم على الهبانيه، لا الهبانيه قالوا الدعم السريع قتلنا، لا الفلاته قالوا الدعم السريع قتلنا. الفلاته شاكلوا مع التعايشه، ما هو طرف واحد اشتكى قال الدعم السريع قتلنا. خلي بالك كويس، الفلاته شاكلوا مع المساليت، ما اشتكوا قالوا الدعم السريع قتلنا. المشكله بين الريازات والمسيريه، ما في دعم ما في مواطن من الطرفين قالوا الدعم السريع شارك ولا قتلنا. عشان تعرف انت تكون الدعم السريع ده رزيقات ولا الدعم السريع ده قوات قوميه موجوده في الدوله. الداوسو المسيريه والحمر، ما في طرف واحد قال الدعم السريع قتلنا، صح ولا الكلام ده ولا كذب؟ الداوسو الهوسه والنوبه في النيل الازرق، ما في من الطرفين في قبيله اشتكت قال الدعم السريع قتلنا. الداوسو البني عامر والنوبه في بورسودان عملت مشكله، ما في طرف واحد قال الدعم السريع قتلنا ولا شارك فيها. طيب ليه القبائل دي كلها بالشاكل خطط قبائل الرزاقات، ليه الناس ما بتشتكي وتقول الدعم السريع قتلنا؟ ليه اي مشكله بتحصل بينهم وبين الرزاقات بيقول لك الدعم السريع قتلنا؟ طيب انا بديك مثال، في بعض من الناس كان حصل لها تهديد. ركز كلام الزول ده كويس. اي قبيله ثانيه شاكوا قبيلتين بس لكن ما شاكلت رزاقي الدعم السريع ما بخش، لكن لو شاكلت رزاقي الدعم السريع بخش. ركز، شهد شاهد من اهلها نمشي قدام. التهديد برضه من قبل الدعم السريع. الدعم السريع حسيت بتتكلم عنه وتتكلم عنه، الدعم السريع دول اصلا شغلهم اللي بيشتغلوا شغل ما صح في المواطن حقيقه. نحن كان عندنا ناس من قبل اليوم حصل تهديد ناب المسلح بيقتل في الناس بياكل حقهم البين الفاشر ونياله، ده كل الدوله عارفه وكل المواطن عارفه، في ناب مسلح وبهدد وبياكل في الناس دول الدعم السريع. انا بذكر لك في ناس بالاسم وبالنمره العسكريه كمان، عرفت الكلام ده؟ نذكر لك جندي نمرته 50 133 95 2، ده جندي اسمه عيسى حبيب جرمه. نذكر لك نمره جندي ثاني 51 59 221، جندي ادم الرحيمه عيسى. عرفت الكلام ده؟ دول النهب اللي بيهدد بين الفاشر ونيارة بكتل في الناس وبياكل حقهم، ومسكوا مواطن ومسافر وعنده ذهب وهددوه شالوا منه بعد ما مسكهم في الفاشر ومسك ذهب الكميه عنده حقه مسكهم منه، مسك بعض من ذهبه ثاني بعد ذاك مسكهم سجنهم، ثاني قابلته تهديد في القسم كمان، القسم بتاعت الفاشر جوا. رايك شنو ده؟ جاء واحد رئيس المكتب بتاع النقيب، واحد برتبه نقيب ومستشار والدعم لحميتي بسموه محمد المختار، الاسم المقرب من حميتي، خلي بالك كويس. وجاء الرئيس المكتب ده بسموه محمود حسين، ولد رقيق كده، جه هدد الشرطه قدامنا وقدام اللجنه اللي كانت حاضره، داير يفك العساكر براس البندقيه. رايك شنو؟ والعساكر نعم رفضوا، فات طبعا رئيس المكتب بتاعت المنتشر القانوني، فات كتب الخطاب وجا استلم العساكر ووداهم العساكر فكاهم، فات العساكر لما فاتوا قابلوا قالوا العساكر بعد ذاك الناس فاتت وقعدت معاهم محمود المختار ده، ما لقوا محمود حسين، لقوا محمود المختار المستشار القانوني بذات نفسه الرجل المقرب من حميتي. لما قعدوا ما قالوا العساكر دول ما تابعين لنا، والعساكر دول لما استلموهم بخطاب الختم خاطم انه اسمه محمد نقيب حقوقي، محمد المختار هارون عيساوي. خلي بالك ده الختم مكتوب فين الكلام ده اللي استلموا من العساكر. لما اللجنه سالتها قالت لي يا السيد المستشار العساكر ليه ما تابعين لك والعساكر دي استلمتهم بخطاب؟ قال لهم العسكري الواحد ده تابع لبطيره ومرفوض، وعسكري واحد ده مرفوض من زمان ما تابع لنا. اللجنه ما قدرت تخبى، زور مستشار وزور مقرب من حميتي طلعت قالت نمشي لبن شوق. بن شوق طعم العميد بن شوق كلكم عارفينه، الرجل المقرب برضه من الفريق حميتي ورزيقي من نفس الاسره الدور على الواحد. لما فات عمر خطاب ودخلوا رفض، قال لهم ما تقابلوني تجوني بكره، ساكن اللجنه دي بكره قدموهم 8 يوم عشان تجني بكره بس، بيجوا الليله تقول لهم تعالوا بكره، بيجوا الليله تاخر اليوم التاسع كتب بيان واعلان واضح امام المكتب حقه، قال ممنوع دخول اي مواطن على العميد
وعسكري الا باجراءات رسميه. خلي بالك كويس في الكلام ده. اللجنه جنعت وفاضت الخرطوم بعد ما هذا كتبت خطاب لعبد الرحيم اخو الحميد ده، يعني اكثر من 20 يوم منتظرين عشان ده قبل ما في طريقه جنعت ورجعت، وحتى الان قاعد الناس المواطنين هسه انا اتكلم منهم ده حقهم قاعد في جوا الناس دول، وما قال لاقيين جهه ذات عدليه عشان انزل مو مشي كويدو معاه عشان تقول لهم الحق لكم منو الاقل حقكم منو عشان تحاسبهم. انت تقول لي الدعم السريع مامن، والدعم السريع مامن حياه الناس، ما بعرف يسموه معين حاليا. الدعم السريع هو الرزق، الرزقات هم الدعم السريع، يعني دي الاسره المسيطره على الناس. يعني ما في عين الليله ما بتبكي من كل القبائل، لا تقول لي عربيه ولا تقول لي عجميه، ما في الليل عين ما بتبكي من قبل الناس دي. اذكر لي بس عين ما بكت، كل الناس دي بتبكي من قبل الناس دي، عرفت الكلام؟ والظلم واضح عينك عينك، عرفت الكلام ده؟ ناس بياكلوا حقها مباشر فيه، ناس بياكلوا حقها غير مباشر، ما في يعني اعتبر حمايه تدي قول عادل، رجل واحد يعني قادر لمثلا 20,000 رجل، قول اعتبر حمايه تدي الليل مات، قلبي يحكمك منه؟ ما لازم من يحكمك من الناس اللي انا ذكرتهم، يحكمك العميد بن شوك، يحكمك محمود المختار، يحكمك مزنبول بتاع الجنين اللي كل الناس بيبكوا منه ده، يحكمك علي يعقوب بتاع الفاشر ده، يحكمك مضوي، ما بحكمك كل الرزاقات دول، بحكمك منه ثاني، ويا هم الفعل اللي شايفه في عينك انت، وشايف الناس بتبكي وبتشتكي وحقها ما قادر تطلعها. انا اعتبر سلمت الناس دول السلطه. اعتبر هسه احنا انتقمنا وقلنا جبنا حميد ده رجل قومي ورجل عدلي هاي ويحل لنا مشكلتنا، حتى حميد انتقمنا جه استلم الكرسي ومات، بيستلم عليك منه؟ يعني دول عشان يطحنونا طحنة تناي كده بالزبابة كده طق 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 كلك يودرونا وندمر حياتنا، ندخل نفسنا في حاجات زي دي. احنا دارين العدالة قبل الحكم. أول حاجة خلي يسوروا العدالة في البلد. خلي أمنوا حياة الناس بحاجة واقعية ما إعلام. الإعلام ده بقول قول والحاجة الواقعية حاجة واقعية. خليه يعدلوا بين الناس. يأمنوا حياة الناس بالصورة الحقيقية. يبتعدوا قواتهم حقت الدعم السريع دي، يبتعدوا من حاجة بيسموها قبيلة. الناس بتقدر بالصوت بين الناس وبتقدر بتفهمه وبتقدر بتعرف عتن، لكن احنا من هسه كده اذا سلمنا سلطه فاحنا نعتبر نفسنا ضعنا بين هؤلاء. وركز في كلامي ده كويس. لكم التحيه كلكم شباب في المجموعه، وانا نتمنى رسالتي دي توصل كمان لكل الشباب اللي في المجموعات الشعوريه، توصل لاي جهه حتى الناس بتفهم ذات الحاصل شنو الحروب، ياتي حروب ذات اللي بيشارك فيها الدعم السريع، الدعم السريع ذاته من ياتي جهه بكيف فيه ياتي جهه ما بكيف فيها، عشان تفهم الناس ما تعيش ساكت.